مقادير تورته البلح الرطب الاسمر على الشاشه. بلح وده مشهور طبعا ومعروف في الريف المصري والصعيد المصري، بنلاقيه في السوبر ماركت هنا. الطبق بثلاثه تعريفه، معانا كوبين من الدقيق، اربع بيضات او خمس بيضات صغيرين، واحد كوب من السكر، ربع كوب من الزبده الدايبه السايحه، معانا واحد كوب من الحليب، فانيليا، بيكنج باودر، برشه فلفل اسود مجروش مع شويه قرفه ناعمين. تاني، برشه فلفل اسود مجروش مع شويه قرفه ناعمين، دول هيتحطوا على البيض. ليه يا شيف؟ طعم كده لطيف مع التمر والبلح ده هيبقى حلو قوي. اول حاجه طبعا هنخلط البيض بالسكر والحليب والماده الدهنيه بتاعتي زبده سايحه، ممكن تكون زيت، ممكن تكون سمنه، زي ما انت عايزه. دي قرفه ناعمه. بنجيب العكاوي تتقطع طبعا مكعبات كده، يعني 5 سم القطعه. بعد كده بنشوحها، تاخد بشره كده فلفل اسود بالشكل ده كده اهو، فلفل اسود الوان او فلفل ده موجود كان معانا اهو، او نجيب فلفل اسود بتاعنا العادي اللي بنعمل بيه اللحمه المشويه. والله انا حطيت القرفه سؤال حلو قوي من الكنترول ده، سؤال خاص يعني. قال لك فلفل اسود مع تورته، حاجه لطيفه فليفر حلو يخلينا ناكل من تورته البلح دي كميه، يعني ما تبقاش يعني ايه البلح كده مع التورتايه الواحد بياكل قطمه ويتلكم، لا ده الفلفل مع القرفه بيدي طعم وبيدي يفتح الشهيه ليها يعني. هنبدا نحط الفانيليا، حلو، ننزل بالسكر ونقلب دول مع بعض. اول حاجه اهو سكر، بيض، فانيليا، ونتاكد ان السكر داب مع البيض بالشكل ده كده اهو. العكاوي، نرجع للعكاوي، قطعناها تبلناها سلقناها في بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم مع فلفل اسود، شويه حبهان قرنفل، خدنا شويه شوربه حلوين. ليكي طريقتين في العكاوي، يا اما تعمليها بالفريك وما يحب الشريك بس مع العكاوي بيعديها، يا اما تعمليها طاجن مع رز زي اللي هعمله دلوقتي مع السمك البياض، يا اما تعمليها بالبرغل في قلب الصينيه وتتحط وتكمل سواها في الفرن حسب ما انت حابه. ولكن تتبيله العكاوي حبهان قرنفل قرفه مهمه جدا، لان العكاوي فيها زفاره، والقرفه مع القرنفل بتشيل الزفاره بتاعه الضاني وبتاعه العكاوي وبتاعه الكوارع. ادي بياض بيض شكلين بالشكل ده كده، حلو قوي. ننزل بالحليب، حلو، ننزل بالماده الدهنيه دي، شويه سمنه حلوين، ممكن تكون زبده، ايه تاني؟ بس كده كفايه، نشيل دي من هنا ونوسع لنفسنا. دي المواد السائله، نيجي للمواد الجافه، حلو، اه نخليهم على جنب كده اه. طيب معانا الدقيق، نعاير بالكوبايه اللي عايرنا بيها المقادير واحده واحده مع بعض كده عشان الموضوع ده مهم. لما اجي اعمل تورتايه كوبايه اللي بتعايري بيها الدقيق، تعايري بيها السمنه، تعايري بيها الزيت، تعايري بيها كل حاجه اه. دي كوبايه اهي لقيتها في طريقي، اخدها كده عينيا اهو زي الفل، ونفس كمان موضوع كوبايه اهي على الهواء اهو. دول كفايه حلوين قوي. نجيب الكسروله الازاز دي كده، هعملها هنا على فكره، وممكن اعملها هنا برضو، معايا طبق حلو اهوت زي ما احنا حابين، بس برضو علشان اللي ما يقوليش ليه ما على السوشيال ميديا بيقول يا شيف غازي انت بتكلف وبتجيب حاجات وبتجيب اكسسوارات وحاجات ما بنلاقيهاش عندنا في البيت، عشان نبقى واضحين مع بعض. دي بايركس عادي موجود 3 احجام بتتباع في اي محلات بتاع ادوات منزليه، ودي موجوده يعني ممكن تقدمها هنا يبقى شكلها لطيف وحلو، دي غاليه شويه، وممكن تقدمها في زي ما انت عايزه. هتقلبيها حطها هنا، هتقدمها زي ما هي حطها هنا، زي ما انت حابه. انا الحاجات دي بتكلم فيها علشان في كتير اسئله على السوشيال ميديا بتنسال، بتستخدم صواني، بتستخدم طاسات مختلفه. انا هعملها هنا للامانه طبعا عشان الصوره تطلع حلوه واحنا على الشاشه، عشان نبقى ايه عارفين الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه طبعا بتهنها سمنه، حاضر، عينيه، عايز اشوف البلح هيتحط فين. اه دي سمنه كده، عينيه، حاضر حبيبي، والله العظيم انا بحبك. عينيه اه، حلو بالشكل ده كده، ونشيل دي من هنا. انا عايز ابدع في التورتايه دي النهارده، ناخد السمنه دي كده لان هيترص فيها البلح،
خلي بالك سابنا داير ما يدور كده. حلو قوي. ناخد شويه دقيق من دول ونهزهم كده. ركزوا معايا. هزه ونرجع الدقيق تاني لمكانه. حلو. ده مهم جدا. بالشكل ده كده. وناخد التمر بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البلح اهوت يترص هنا كده. بالشكل ده كده. فرضيه الكسروله او فرضيه القالب اللي بتعملي فيه بالشكل ده كده. البلحايه تترص على ظهرها، يعني نشيل النوى وتتحط كده. عشان لما تتقلب يبان شكلها لطيف وحلو. زي ما انا شغال كده. ممكن نستخدم في دبس التمر بيتباع في السوبر ماركت زي دبس الرمان كده، ممكن نستخدمه كفليفر. ممكن نستخدم دبس الرمان زي ما انت حابه. ممكن نستخدم فيها عسل زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. بدل السكر اللي احنا استخدمناه من شويه. ممكن بعد ما تطلع من النار نحط عليها عسل نحل. يعني ده كله ده تجويد يعني، ولكن انا شخصيا مش بحب عليها للعسل ولا كده، زي ما هي كده بنفس الطريقه اللي انا عاملها. يترص كده التمر. نخلي الدقيق هنا عشان هنستخدمه دلوقتي، ده العيار بتاعنا. ملاحظين حاجه هنا؟ واللي ملاحظها اوجه له التحيه والشكر صراحه يعني. لا بجد والله العظيم انا ما حطيتش الدقيق على المواد السائله خالص، لان الدقيق ده احط معاه بيكنج باودر. فنصيحه مني، بتعملوا تورتايه ما تحطيش المواد الجافه على المواد السائله غير لما تكوني مجهزه كل حاجه. فما ينفعش احط ده على هنا واسيبها واشتغل في التورتايه بتاعتي. لا، احطها واحطها على طول ادخلها الفرن. فعشان كده مستني انا البيكنج باودر معايا اهوت، ومعانا الدقيق ومعانا المواد السائله. هنقلب دولت نحطهم هنا على طول مباشره. هي دي التركايه. شفتوا هاخد المقادير دي كده اهو. والحلقه بتاعتنا يا ست الكل موجوده على السوشيال ميديا، ممكن تتابعيها وتشوفيها. هعمل حاجه لطيفه دلوقتي بقى، وهي دي التركايه بتاعت المغازي. هناخد المقدار بتاع الكيكه ده كده، انا عايز اوزعه على البلح. انا مش تقيل معايا، خفيف. عارفين ليه؟ لان البلح ده هينزل ميه، فالميه دي لما تنزل في قلب الكيكه تلاقي ان الكيكه هنا لسه محتاجه شويه سوائل. خلي بالك. هعمل ايه؟ هجيب بوله. كل اللي عيد ميلادهم النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. شايفين مع بعض وزعت المقادير كده اهو. شفتوا الطريقه اللي انا وزعت بيها المقادير على البلح؟ ما انا مش عايز احرك التمر من مكانه، خلي بالك. فانا ازاي؟ لازم استخدم الذكاء. جبت معلقه حطيتها في ميه. معانا مين يا فندم؟ معانا مونيتير النهارده، عيد ميلاده النهارده. ابو ساميه. ابو ساميه حلو. ازيك يا ابو ساميه؟ بهدي لك التورتايه، التورتايه اللي بالتمر دي يا ابو ساميه النهارده بتاعتك. خلص الحلقه وعلى طول على الاستوديو. عملت ايه يا شيف؟ زي ما انا شغال كده. درجه حراره الفرن عندي 180. خلي بالكم وانا مأسسها صح. حلو الكلام. هندخلها الفرن. اللي انا عملته هنا ثلاث حاجات مهمين جدا، عشان برضو انا ممكن تعمليها انت بطريقه وانا اشتغلت بطريقه. ان انا حطيت بشره فلفل اسود او فلفل ملون اسود، يعني ده بيتباع تدي فليفر حلو بعرفه ناعمه. وجبت المعلقه الخشبيه حطيتها في الميه ووزعت المقادير بالشكل ده كده علشان احافظ على وجود البلح في مكانه، مكان ما انا رصه. نقدر نغذيها ببلح تاني، لان عايز ده كفايه وعليها. ممكن نزينها بعد كده بالبلح ده بعد ما تطلع من الفرن. درجه حراره الفرن عندي 180. السؤال دايما بساله، دي مكانها فين في الفرن في حاله لما احطها؟ في نص الفرن، في طرف الفرن، زي ما احنا حابين. بننزل الشبكه دي هنا كده. ونحطها هنا كده. ده مكانها. على ارتفاع 3 سنتي او 5 سنتي من ارضيه الفرن. نقفل الفرن بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ لا دلعها دي يا شيف، تستاهل الدلع. مستويه وطالعه شق القمر فيها. ايه الجمال والحلاوه دي؟ يلا العب العب. ممكن نحط عليها رشه كده، رشه سكر بودر. حلو قوي. يلا يلا. وممكن نحط عليها رشه قرفه ناعمه تبقى لطيفة كمان واحنا شغالين اهو. جواها تمر، جواها بلح رطب اسمر. يلا